نروح للتعديلات الدستورية. الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أكد النهاردة أنه لا مساس بالمادة 226 من الدستور فيما يتعلق بتجاوز مدتين للرئاسة، وعن المنتج النهائي للتعديلات التي ستخرج من اللجنة التشريعية بالبرلمان فقال انتظر لنرى أو انتظر لترى. تعالوا نشوف جزء من كلمة الدكتور علي عبد العال في البرلمان النهاردة. لا يمكن أن تعاد هذه الظروف إطلاق. مستحيل. ولذلك إن أنا لما قلت لك لا مساس ب 226 وأنا أربأ بنفسي أنا أمس بالمدتين. واللي قال محمد غنيب بس اللي قال الدكتور صلاح وهي نقطة قانونية الأثر الفوري للقهر على طول. من الذي يطلق قانون بيسرع على كل الجميع. زي لما أرفع المرتبات. لازم نسرع على طول بأثر فوري. فبالتالي إن هذا الأثر الفوري بيطبق. وفي خلال المدتين في اقتراح متقدم من اللجنة 6 و6. إيه هو المنتج اللي هيخرج من هذه اللجنة التشريعية؟ أنتظر لترى. أنتظر لترى. كمان النهاردة كان في كلام مهم للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية لمناقشة ملاحظات الحوار المجتمعي على التعديلات الدستورية. الدكتور علي عبد العال قال إن البرلمان قاد حوار مجتمعي جاد حول التعديلات، وأنه كان منصة حقيقية لتبادل الرأي والرأي الآخر بشأن هذه التعديلات، ونظم جلسات متعددة بشكل راقي ومحترم تضمن الاستماع فيه لجميع فئات المجتمع دون إقصاء، ونتائج هذا الحوار كانت إثراء حقيقيا للمناقشات وإضافة واضحة للعمل البرلماني، وسيكون نتائجه ملموسة بالمنتج النهائي لهذه التعديلات. وأكد عبد العال على أنه يختلف مع بعض الرؤى التي اختزلت التعديلات الدستورية وحصرتها في المادة 140. فعلى سبيل المثال هناك كثير من الاقتراحات ذات الأثر الإيجابي على الحياة النيابية وعلى مصالح الوطن، منها تمكين المرأة واستمرار تمثيل الطوائف الممثلة كتمثيل عادل، وأيضا منصب نائب رئيس الجمهورية وتنظيم مجلس الشيوخ وهو جزء من الإصلاح الدستوري والسياسي، وإعادة صياغة العلاقة بين السلطات وخاصة السلطة القضائية وغيرها من السلطات، وكل هذه الجهود من أجل الوصول لأفضل الصياغات. وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إننا لا نشرع لشخص معين لا تلميحا ولا تصريحا، ولا يوجد حظر إطلاقا في المادة 226 من الدستور بشأن سنوات مدة الرئاسة، وسوف نصل لصياغة للمادة الانتقالية ترضي الرأي العام وتزيل كثيرا من اللبس. والحظر الوارد في المادة 226 من الدستور يتعلق بتجاوز مدتين للرئاسة ولا يتعلق بسنوات المدة، والتعديل المقدم يتعلق بزيادة مدة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات، ولم نتطرق أبدا لزيادة مدد الرئاسة أكثر من مدتين. وقال رئيس مجلس النواب التعديلات لم يطلبها رئيس الجمهورية ولم يعلق عليها من قريب أو من بعيد، واللجنة التشريعية والدستورية ستواصل أعمالها غدا حتى يتم تشكيل لجنة فرعية برئاسته لصياغة نهائية للتقرير النهائي بشأن التعديلات. وقال رئيس البرلمان ومجلس النواب كما أقول دائما ليس وصيا على أحد، ولكنه ساحة لسماع جميع الأصوات واستيعاب جميع الآراء، لأن الحقيقة هي نبت تعدد الآراء، والمجتمع الصحي هو المجتمع الذي تتعدد فيه الرؤى. قال أيضا رئيس البرلمان سنقوم بتشكيل لجنة مصغرة برئاستي شخصيا لصياغة مشروع تقرير اللجنة في ضوء الإجراءات السابقة.